تلقى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدته، وعبر السمو عن خالص شكره وامتنانه للعاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على تفضله الكريم وصادق مواساته بوفاة المغفور لها والدته.